هذا وتستمر المظاهرات التي تنظم ضد الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها بنيامين نتنياهو، ويتقدم هذه التظاهرات أولئك من يطالبون نتنياهو بالاستقالة بتهم الفساد، بالإضافة إلى حاملي الأعلام السوداء وسائر المعتصمين على الأوضاع الاقتصادية والتي تدهورت مع أزمة فيروس كورونا. من أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن مدينة القدس ينضم إلينا مراسلنا مروان عثامنة. إذن مروان، المظاهرات مستمرة، شاهدناها في الأيام السابقة أيضا، هل هذه التظاهرات احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، أم أنها موجة ضد نتنياهو شخصيا بسبب ملفات الفساد المتورط بها وضد حكومته؟ هي الاثنتان معا رنين، هي بالأساس ضد ملفات نتنياهو وملفات الفساد التي يواجهها أمام القضاء الإسرائيلي، لكنها في ظل جائحة كورونا اكتسبت أيضا أهمية أخرى مع انضمام العديد من الجهات الأخرى، إضافة إلى الإعلام السود، مجموعة الإعلام السود التي تنظم هذه المظاهرات تباعا مع جائحة كورونا، والمظاهرات التي اجتاحت البلاد تباعا انضمت مجموعات أخرى ليصبح صدى هذه المظاهرات وصوتها أعلى بكثير مما كانت عليه منذ قبل. اليوم كانت هنا مظاهرة هادئة، في المقابل كانت هنالك مظاهرة في تل أبيب أكثر صخبا، من المتوقع أن تكون مظاهرة بحسب المنظمين غدا مظاهرة أكثر صخبا من اليوم، مع انضمام العديد من المجموعات التي سوف تأتي للتظاهر ضد الموضوعان سواء موضوع ملفات الفساد وموضوع جائحة كورونا وفشل الحكومة كما يسموه في التعامل مع جائحة كورونا في شقيها الاقتصادي والاجتماعي. رنين. نعم. طب مروان، أريد أن أسألك، يعني هذه الاحتجاجات هل نجحت في نهاية المطاف، يعني في تشكيل ضغط معين على نتنياهو وحكومته، أو أدت إلى تغيير معين، وهل نتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات؟ نعم بالطبع رنين، لهذه المظاهرات أثر بالغ على سياسات الحكومة وعلى الخطوات التي تنتهجها بالأساس فيما اختص في جائحة كورونا والإغلاقات والتقييدات التي تحاول فرضها وحاولت فرضها على العديد من القطاعات الإسرائيلية، على القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي. بالتالي الضغط والمظاهرات بالإضافة إلى وجود أكثر من أو قرابة المليون عاطل عن العمل، بالإضافة إلى المس السافر ب الكثير من قطاعات الأعمال والتي تشغل عشرات الآلاف دون إجراء دراسات معمقة، والأمر الذي يعتبره الشارع هي خطوات عشوائية تقوم بها الحكومة، وبالتالي رفض كبير لهذا الموضوع، وبالتالي الخروج والاحتجاج هي الخطوة الأخيرة التي بقي للشعب أن يقوم بها من أجل إسماع صوته، وبالتالي الحكومة تتراجع تباعا عن الخطوات التي تقوم بفرضها وبكذلك بالتقييدات. هنالك الكثير من المباحثات التي تجرى حتى الآن في الكنيسة في موضوع التقييدات التي تفرضها الحكومة والتي تنوي فرضها، وبالتالي التخفيف منها، والمداولات في هذا الصدد مستمرة حتى الآن. بالتالي هذه المظاهرات سوف تتعاظم رنين أكثر فأكثر في ظل ازدياد الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل سوءا، في ظل جائحة كورونا وما تسببه من مصاعب اقتصادية واجتماعية، يجب على الحكومة أن تتعامل معها بأكثر حزم وبأكثر حكمة، من أجل أن في حال أراد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإبقاء على حكومته وعدم الذهاب أو الخضوع لرغبة الشارع التي تنعكس تباعا في استطلاعات الرأي التي تنشر في الفترة الأخيرة والتي تظهر تراجعا كبيرا في شعبية رئيس الحكومة، وهذا أمر يقلقه جدا، الأمر الذي يمكن أن يؤثر عليه سلبيا، وخاصة أن الحكومة الحالية والتي نشهدها الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل هي حكومة غير مستقرة، ويمكن أن تنتهي بسرعة كما بدأت بسرعة. إذن الشارع كما نتنياهو لا يريد الوصول لهذه النقطة. إذن كما قلنا المظاهرات مستمرة وسنواكبها بالطبع. مراسلنا مروان عثامنة من مدينة القدس من أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شكرا جزيلا لكم.